الدنيا بأفواه الدعاء فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات فذكر الله تحيا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البلد الكريم وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تاريخ الابتلاء، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. فما من إنسان على وجه الأرض مهما كان دينه إلا وهو مبتلى، هذا مبتلى بالخير وذاك مبتلى بالشر. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالخير ابتلاء والشر ابتلاء، بل قد يكون الابتلاء بالخير أقسى من الابتلاء بالشر، لأن الابتلاء بالخير يلهي وينسي ويطغي إلا من رحم ربك جل وعلا. أما الابتلاء بالمصائب والمحن والشر، قد يستجمع الإنسان في هذه الحالة قواه ويتصبر ويسأل ربه جل علاه أن يصبره، هذا إن كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وبالقدر خيره وشره. فالخير ابتلاء والشر ابتلاء، والابتلاء تاريخ طويل بطول الحياة البشرية، فمن أول لحظة بدأت فيها قصة الحياة على ظهر الأرض
وقد بدأ الابتلاء ملازما لهذه الحياة ملازمة لا تنفك ولا تنفصل، حتى لا يتوهم أحد من إخواننا من أهل البلاء وما أكثر هؤلاء أنه يعيش النكد بكل ألوانه، كهذا الذي يقول: وفوقي سحاب يمطر الهم والأسى، وتحتي بحار بالأسى تتدفق. فالابتلاء تاريخ طويل، وستعجبون إذا قلت لحضراتكم متعمدا: وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل، روى الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ هل قال المشركون؟ هل قال الكفار؟ هل قال العصاة والمذنبون والمقصرون؟ لا، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. اسمحوا لي أن أتنقل سريعا جدا بين أنواع ابتلاء صفوة الخلق وصفوة البشرية من الرسل والأنبياء. فأول رسول لهذه الأرض هو نوح، ومن أهل العلم من يقول إن آدم أول نبي في الأرض. نوح الذي ابتلي في قومه ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يدع سبيلا من سبل الدعوة إلى الله إلا وسلكه. هذا أنموذج نقدمه للدعاء ممن يشعرون الآن بجراح عميقة في قلوبهم لواقع الأمة المتشرذمة المتهارجة التي ذلت الآن لمن كتب الله عليهم الذل والذلة. أولئك الذين ينامون على فراشهم يتقلبون، تبكي عيونهم وتتمزق قلوبهم لواقع أمتهم الأليم. أقول لهؤلاء: هذا نبي الله نوح الذي لم يدع سبيلا من سبل الدعوة إلى الله إلا وسلكه، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا توحدون الله حق توحيده ولا تجلون الله حق جلاله ولا تقدرون الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ومع ذلك كانت النتيجة بعد 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، إلا قليل، بل وسيتنكر قومه كلهم له بين يدي الله جل وعلا، كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة
فيقول له ربه: يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب. فيدعى قومه ويقول الله جل وعلا لقومه: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول الله جل وعلا لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ من يشهد لك أنك بلغت هؤلاء؟ فيقول نوح: يشهد لي محمد وأمته. قال: فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم، فذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والوسط العدل. ثم يبتلى نوح بابتلاء قاس شديد، يبتلى في ولده، في ثمرة فؤاده، في فلذة كبده. والله لو مات ولده لكان الخطب هينا، والله لو مات ولده لكان الخطب هينا، فالكل سيموت. بل إذا مات ولد العبد فحمد الله واسترجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أبدله الله خيرا منها. وفي سنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: هل قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول الله جل وعلا: هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول جل وعلا: فماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. فلو مات ولد نوح لكان الخطب هينا، فالكل سيموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن يبتلى نوح ببلاء قاس قد لا تتحمله القلوب، بل قد لا تتحمله الجبال الرواسي. نوح النبي الكريم الرسول العظيم يبتلى في ولده ببلاء عظيم. ما هو؟ يكفر ولده بالله جل وعلا، يكفر ولد نوح، يكفر. نعم، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم تأخذه عاطفة الأبوة ويناجي ربه جل وعلا: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ويأتي الجواب من الله جل وعلا لنوح. قال يا نوح فقال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ليعلم كل أب مبتلى في ولده، ليعلم كل بيت ابتلي في أحد أبنائه، أن هداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الله جل وعلا. فأنا لا أستطيع هداية نفسي ولا أملكها لنفسي، فكيف أملكها لولدي أو أملكها لغيري؟ فهداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان وظيفتك أيها الوالد، أما هداية التوفيق فلا تملكها أنت ولا أملكها أنا. قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت.
هذه الهداية المنفية هي هداية التوفيق، أما الهداية المثبتة له في قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. أما هداية التوفيق فنفاها ربنا عن نبينا في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهذا ابتلاء لنبي كريم في قومه في دعوته ثم في ولده ثم في زوجه ثم في امرأته. تكفر امرأة نوح، أيها الداعي يا من يتمزق قلبك حسرات على واقع أمتك تارة وعلى واقع بيتك تارة، بشرط أن تكون قد بذلت ونصحت وأديت ما عليك لله من تربية ومن توجيه ومن إعداد، لكن القلوب لا تملكها أنت. امرأة نوح، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. لا أريد أن أطيل النفس، فقصة الابتلاء مع كل نبي ورسول تحتاج رب الكعبة إلى لقاء بل إلى لقاءات. ثم ها هو خليل الله إبراهيم إمام الموحدين وقدوة المحققين وقدوة سيد النبيين وإمام المرسلين، خليل الله إبراهيم الذي كان وحده أمة كاملة، الذي كرمه الله غاية التكريم وأثنى عليه أعظم ثناء، ومع ذلك يبتلى خليل الله إبراهيم، يبتلى في والده في أبيه ويبتلى في ولده ويبتلى في نفسه ويبتلى في قومه. هل تدبرت معي صور الابتلاء التي ابتلي بها خليل الله إبراهيم؟ يبتلى إبراهيم في نفسه، في نفسه، وكلكم يعرف قصة ابتلاء الخليل حين أشعلوا له نارا ارتفع لهبها في عنان السماء حتى كادت أو كانت الطيور تخر من ارتفاع لهب النيران. وأنا لا أدري هل أشعل قوم إبراهيم نارا ليحرق بها الأرض أم ليحرق بها فردا واحدة، لكن إن شئت فقل أشعلوا نارا تساوي نار الحقد المتأججة في قلوبهم على رمز التوحيد وإمام التوحيد إبراهيم، ونجى الله إبراهيم فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ويبتلى في أبيه الذي كان يصنع الحجارة بيديه ويبيعها لتعبد من دون الله، ويخاطبه إبراهيم بكل ود وأدب، ومع ذلك أقول له وأبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ثم يبتلى إبراهيم بعد ذلك في ابنه أو قبل ذلك في ابنه في ثمرة فؤاده، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أنا أقول يا أحبابي هذا الابتلاء لإبراهيم ابتلاء فريد لم يحدث في تاريخ البشرية كله إلا مرة واحدة. لو تدبرت صورة هذا الابتلاء بعقلك والله لطاش عقلك، لا يستوعب العقل مجرد التفكير فحسب في صورة الابتلاء هذه، أن يبتلى والد في ولده الذي يحبه من كل قلبه ولا يؤمر الوالد بأن يأمر ولده أن يسافر للجهاد لو قتل شهيدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا الشهادة، فيا لها من كرامة ويا له من فضل. لو أمر الله إبراهيم أن يرسل ولده بعيدا عنه لطلب العلم فيا لها من كرامة،
لو مرض الولد أمام عيني والده قد يتحمل الوالد ذلك، أما أن يؤمر والد كريم بذبح ولده الذي اشتاق إليه وتعلق قلبه به فلما بلغ معه السعي، يعني تعال يا إسماعيل، اذهب يا إسماعيل، خذ يا إسماعيل، ماذا تقول يا إسماعيل؟ سن يتعلق قلب كل والد فيه بولده، ومع ذلك في هذه اللحظات يؤمر بذبح ولده، أو إن شئت فقل يؤمر بذبح التعلق بغير الله في قلبه، ولو كان التعلق لثمرة الفؤاد ونور القلب والعين. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أحبابي، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه؟ لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه؟ واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، فتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. أي ابتلاء! ثم يبتلى في زوجه أيضا، في سارة حين نزل بها إلى مصر وأراد ظالم جبار أن يفعل بها الفاحشة، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ولكن الله سلم ونجى إبراهيم ونجى سارة وأخدمها هاجر. يبتلى في زوجه، يبتلى في قومه، في دعوته، يبتلى في أبيه، يبتلى في بدنه، يبتلى في ولده. هل بقيت صورة من صور الابتلاء لم يبتلى بها إمام الأنبياء خليل الله إبراهيم؟ لا ورب الكعبة، وهذا رسول آخر من أولي العزم الخمسة، نبي الله موسى، يبتلى في بدنه ويبتلى في أرضه ويبتلى في بيته ويبتلى في أهله بلاء شديدا من فرعون وملئه، ويظهر لدي أن أعصف أنواع الابتلاء لنبي الله موسى هو الابتلاء بأشد أنواع الابتلاء، وهو الابتلاء بالخوف، فالابتلاء بالخوف أشد أنواع الابتلاءات. قال جل جلاله ولنبلونكم بشيء من الخوف، فبدأ به جل وعلا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وسأعود إلى هذه الآية لزاما بإذن رب العالمين. نعم، خاف نبي الله موسى في الله، في الله، وخرج مطاردا وتعرض لكل ألوان الأذى، بل وحين نظر إلى فرعون من خلفه يجر وراءه جيشا جرارا وقال له قومه إنا لمدركون، فقال بقلبي الموكن برب العالمين جل وعلا كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا أيضا نبي كريم من أنبياء الله، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. كلكم تعرفون قصة ابتلائه، ويا لها من قصة طويلة،
ابتلي بفتن الشهوات لكنه ثبت وصبر، ثم ابتلي على أيدي إخوانه أقرب الناس إليه، يخطط الإخوة لقتل أخيهم، صورة من أعصف صور الابتلاء، ويلقي الإخوة أخاهم في الجب فعلا للتخلص منه وينجيه الله جل وعلا، ثم يتعرض لفتنة امرأة العزيز وينجيه الله تبارك وتعالى، ثم يتعرض بعد ذلك لفتنة السجن ويثبته الله تبارك وتعالى، نبي كريم يسجن، بل ونبي يقتل، قتل يحيى، بل ونبي يذبح، ذبح زكريا. تاريخ طويل للابتلاء، يسجن يوسف ويثبته الله، ثم يبتلى بفتنة الحكم والملك والسلطان فيثبته الله، ويا لها والله من محنة عاصفة، وفي آخر الطريق يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. وإذا ذكر الابتلاء لا يمكن على الإطلاق ألا نذكر نبي الله أيوب. أيوب جبل من جبال الصبر على البلاء، أيوب الذي لبث في بلائه 18 سنة، وهذه هي أصح الأخبار، ففي الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن جرير والبزار، وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ورجال البزار رجال الصحيح، فالسند قابل للتحسين، من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب لبث في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من خواص إخوانه كانا يغدوان عليه ويروحان، فقال أحدهما للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، قال له صاحبه وما ذاك؟ قال له منذ 18 سنة لم يرحمه الله فأكشف ما به يا إلهي. وهنا كما قال المفسرون لما سمع أيوب ذلك لجأ إلى الله، لا خوفا على نفسه وإنما خوفا على أن يفتن إخوانه، فناجى ربه بهذا الدعاء الحنون الودود، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، لم يقل وأيوب إذ نادى ربه أني أهلكني الضر، دمرني الضر، مسني الضر، وأنت أرحم الراحمين، وتأتي النتيجة ويأتي الجواب بفاء الترتيب والتعقيب، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ما الخبر؟ ابتلي أيوب في ماله ففقد ماله كله، ابتلي أيوب في ولده فمات أولاده أجمعون، ابتلي أيوب في بدنه فمرض مرضا أقعده من الفراش. لكن لا يجوز لأصحاب العقول الذين يحترمون أنفسهم ويحترمون الأدلة ويحترمون منطق العقل أن يتهموا أيوب بأن الدودة سرى في جسده، وكانت كلما وقعت دودة أخذها وردها، إلى آخر هذه الأخبار الكاذبة الموضوعة التي تمتهن العقول أي امتهان. يكفيك أن تعلم أن مرضا أصابه فألزمه الأرض وأقعده في الفراش، أما أن يدعي الكذابون الذين ملأوا الكتب بالإسرائيليات بأنه قد ابتلي بمرض انبعثت منه رائحة النتنة حتى انفض الناس عنه، فهذا لا يليق يا أخي ولا يقع يا أخي، ولم يثبت هذا بدليل صحيح عن الصادق الذي ينطق لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ماله، فقد عافيته، فقد أولاده، ومع ذلك صبر صبرا عجيبا، وكانت النتيجة
حين دعا ربه فاستجبنا له. كيف؟ لم يؤمر أيوب بالانتقال إلى مستشفى أوروبي أو أمريكي أو حتى محلي، وإنما قال الله له اركض برجلك في مكانك الذي أنت فيه، اضرب الأرض برجلك. وأرجو أن تتصور أنت ضربة رجل مريض منذ 18 سنة، المهم أن يأخذ بسبب ولو كان يسيرا. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ففجر الله له عين ماء وأمره أن يشرب ليطهر البدن من الداخل من كل بلاء، وأن يغتسل ليذهب هذا الشراب الطاهر البارد كل داء ظاهري. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ونجى الله أيوب، بل وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمطر الله على أيوب جرادا من ذهب. أنت متصور السماء وهي بتمطر ذهب؟ هل تتصور معي هذا المشهد؟ فعلا أمطرت السماء جرادا من ذهب، وأيوب واقف السماء، السماء وتمطر ذهب، ومع ذلك يأخذ ويضع في ثوبه، يأخذ ويضع في ثوبه، والأرض كلها من حوله امتلأت بالذهب، ومع ذلك يأخذ ويضع في ثوبه. فقال الله جل جلاله لأيوب: يا أيوب أما تشبع؟ أما تشبع؟ فقال أيوب النبي: ومن يشبع يا رب من رحمتك؟ وفي رواية: لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. وليس من الأدب أن أتكلم عن تاريخ الابتلاء دون أن أتكلم عن ابتلاء جبل الصبر إمام الأنبياء محمد. لقد جمع الله لنبيه محمد كل صور الابتلاء التي ذكرت. يا إلهي، سيد الخلق، حبيب الحق، ابتلي في أولاده؟ نعم نعم، مات كل أولاده في حياته إلا الزهراء. ابتلي بالخوف؟ نعم، أخفت في الله ولم يخف أحد. ابتلي بالجوع، ابتلي بنقص في الثمرات، ابتلي في عرضه، ابتلي في شرفه، ابتلي في دعوته، ابتلي في أصحابه، ابتلي في قومه، حتى في زوجة من زوجاته ابتلي أيضا فيها. وفي من؟ في أحب زوجاته إلى قلبه، في الصديقة بنت الصديق، في الحصان الرزان، في أم المؤمنين عائشة. أخيف النبي صلى الله عليه وسلم، وصب عليه المشركون من أول لحظة صعد فيها الصفا ودعا قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد. ومن هذه اللحظة أبرقت مكة وأرعدت، وأرغت مكة وأزبدت، ودقت مكة طبول الحرب وتوعدت، وصبت جام غضبها على ابنها البار الصادق الأمين، الذين خلعوا عليه في برلمانهم الشركي بالإجماع لقب الصادق الأمين، دخل علينا الصادق الأمين. ومع ذلك تنكرت للصادق الأمين وآذته أشد الإيذاء. والله يا إخوة، لقد فعل بالمصطفى ما لا تتحمله الجبال الرواسي. يا أخي، يا من تسير الآن على طريق الدعوة إلى الله ويضيق صدرك للواقع، هل وضعت النجاسة على ظهرك في يوم من الأيام وأنت ساجد بين يدي الله جل وعلا؟ هل خنقت خنقا شديدا حتى كادت أنفاسك أن تخرج من كافر اللئيم؟ هل وضع التراب على رأسك وأنت تمشي في طرقات بلدك؟ هل طردت من بيتك وطردت من بلدك وجردت من مالك؟
هل اتهمت في عرضك؟ هل اتهمت بأنك كاذب؟ هل اتهمت بأنك ساحر؟ هل اتهمت بأنك شاعر؟ هل اتهمت بأنك مجنون قد فقدت عقلك وطاش صوابك؟ هل اتهمت بكل هذا؟ هذه صور من ابتلاء النبي محمد. جاع، والله جاع، والله من أعجب ما قرأت ما رواه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوما أو ليلة في ساعة لم يخرج فيها، لم يتعود أن يخرج النبي في هذه الساعة، فخرج فمر على أبي بكر وعمر، خرج في نفس الساعة فقال لهما بأبي وأمي ما الذي أخرجكما؟ قال الجوع يا رسول الله. الله، أبو بكر وعمر، أبو بكر، أبو بكر الذي كان من أغنى تجار مكة، ما أخرجه من بيته في هذه الساعة إلا الجوع. نعم. وعمر، نعم. طب والرسول إيه اللي مطلعك دلوقتي يا حبيب قلبي؟ ليه طالع دلوقتي؟ ما الذي أخرجكما؟ قال الجوع يا رسول الله. فقال الحبيب والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، والله ما أخرجني إلا الجوع، أنا جعان. النبي محمد جعان، النبي جعان، خرج من شدة الجوع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. والذي نفسي بيده، عشان ترضى بما أنت فيه، عشان تحمد الله على ما أنت فيه. ده التلاجة مش عارفة تتنفس، التلاجة مش عارفة تتنفس، وفي صحة وفي عافية وفي ست، ومع ذلك زي الحال عم الحج. يا ماشي يا مولانا، وربنا دايما فاكرنا ببلاوي، ما فيش مصيبة بتنزل يا مولانا المطرية لما تيجي بيتي أنا الأول، وبعد كده ربنا يقسمها على كل البيوت. قال واحنا عدنا لقين سمك ولا حتى بسر يا مولانا، ما عادش حاجة يا راجل. أحمد الله، ده أنت في نعمة، ده أنت في ستر، ده أنت في عافية. والله ما خرجت كما خرج النبي من شدة الجوع، والله ما خرجت من شدة الجوع. يقول والله ما أخرج، والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، إلى آخر الحديث. ولو قصة جميلة لا تسع الوقت لذكرها الآن. ونقص من الأموال، فقد ماله كله، كله، والأنفس، فقد أهله جميعا. باتت حبيبة قلبه خديجة، ومات عمه الذي كان حائط صد منيع لطالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة. مات أبو طالب، ومات كل أولاده باستثناء فاطمة في حياته صلى الله عليه وسلم. ثم تعرض إلى أعصف ابتلاء من وجهة نظري ومن خلال قراءاتي. أقول إن أعصف ابتلاء تعرض له إمام الأنبياء هو ابتلاؤه في عرضه، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، هو ابتلاؤه في صيانة حرمة بيته، وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته. يتهم في عائشة، في الصديقة بنت الصديق، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات فتنة. تبتلى عائشة، الزهرة التي ترعرعت في بستان الصديقية، والتي تفتحت في بيت النبوة وسقيت بمداد الوحي، تبتلى وتتهم بالفاحشة، ويتهم الصديق الطاهر في الجاهلية والإسلام، ويتهم صفوان بن المعطل السلمي في دينه وعقيدته يوم يرمى بهذه التهمة النكراء في خيانة نبيه إمام الرسل والأنبياء. بل ويبتلى الدين كله بهذه المحنة، يبتلى الدين كله.
تاريخ، تاريخ طويل جدا. ثم بعد ذلك لو تتبعت لوجدت العجب العجاب، يبتلى الأئمة، يبتلى الصحابة، ويبتلى التابعون، ويبتلى تابع التابعين، ويبتلى الأئمة المهديون، ويبتلى العلماء الربانيون، ليعلم الجميع أن للابتلاء تاريخا طويلا، أن للابتلاء تاريخا طويلا. ولا ينبغي أبدا لكل مبتلى مهما كانت صورة ابتلائه، لمن ابتلي في ماله، لمن ابتلي في صحته، لمن ابتلي في ولده، لمن ابتلي في زوجته، لمن ابتلي في دعوته، لمن حبسه المرض الآن على الأسرة البيضاء، لكل من ابتلي بضيق الرزق أو بأي صورة من صور الابتلاء، اعلم أن الابتلاء تاريخ طويل تبدأ قصته ببداية الحياة البشرية على ظهر الأرض، ولن تنتهي قصة الابتلاء إلا بانتهاء الحياة على ظهر الأرض. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. روى الترمذي وابن ماجة بسند حسن من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. اسمع اللقاية دي: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، الله الله، ابتلاهم. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، أو فله السخط، كلاهما صحيح لغة. ومن سخط فله السخط. والسؤال الآن: ما الحكمة من كل هذه الابتلاءات؟ ولماذا الابتلاءات؟ اسمع للجواب. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كثير من الناس يمشي على الطريق يظن أن الإيمان خفيف الحمل، هين الحمل، يظن أن الإيمان كلمة ترددها الألسنة فقط، وهو سائر مع السائرين ما دام يحقق الربح، وما دام الإيمان، وما دام سيره على طريق الخير والدعوة والدين، يدر الضرع وينمي الربح وينمي الزرع. فتأتي المحن، وتأتي الفتن، وتأتي الابتلاءات على الطريق لتميز السائرين على الدرب، لتصفي الصف، لتطهر السائرين، حتى اسمع، حتى لا يبقى على الطريق إلا من صفت نفسه وطهرت سيرته وكان أهلا للسير على طريق أولئك الأطهار ممن ذكرت من الأنبياء والمرسلين. لو كان الإيمان رخيصا والوصول إلى الله سهلا لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة. لا، قد يسألني طالب علم نبيه ويقول: هل معنى ذلك أن الله جل وعلا لا يعرف الصادقين من الكاذبين إلا بعد وقوع الفتن والابتلاءات؟ والجواب: كلا كلا، الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. إذن لماذا؟ والجواب: وانتبه وعض عليه بالنواجذ، الله يعلم ما أنت فيه وما ستقع أنت فيه وما سيقع في الكون كله، ولكن شاء ربي جل وعلا وقدر ألا يحاسب الخلق بسابق علمه فيهم، وإنما بما يصدر عنهم من أقوال وأفعال.
وهذا تمام العدل وكماله. ثم ليظهر المنافقين المسلمين السائرين معهم على طريق واحد، فأنت لا تعرف الصادق من الكاذب إلا بعد هذه الغربلة، إلا بعد هذه المحن. تأتي المحن فترى إخوة على الطريق لو قطعت رقابهم لا ينكصون على أعقابهم، يقدمون أرواحهم وأموالهم وأولادهم ونساءهم وبناتهم لدين الله جل وعلا. ويأتي آخر متأرجح متذبذب، يصور ربنا حاله ببلاغة القرآن المضروب سرادقها في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. فهو يصفق مع المصفقين، ويهرج مع المهرجين، ويزمر مع أولئك اللاعبين، ما دام يحقق المكاسب المادية الزائلة والمصالح الدنيوية التافهة. فإن تعرض لمحنة يقول لك: أنا مالي يا عم، امشي جنب الحيط، الحيطان لها ودان يا مولانا، عاوز اربي العيال يا عم الشيخ، يا اخويا ما تودنيش في داهيه، يا عم الشيخ وانت هتنظم الكون، يا حبيبي لقد اسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياه لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها اضاءت، ولكن انت تنفخ في رمادي. خلي بالك من صحتك يا مولانا، وخلي بالك من عيالك، وخلي بالك من تجارتك، وسب الكل للكون للمالك، واترك الملك للمالك، ودع ما لله لله، ودع ما لقيصر لقيصر، ودع ما لله لقيصر، حتى دي ودع ما لله لقيصر. خليك في حالك يا مولانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. هذا ما خرج به من البلاء. فمن حكم الابتلاء التمحيص، وهذه أول مرتبة من مراتب الابتلاء. اسمع: ولنبلونكم، ليه يا رب؟ حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم. وخلي بالك، أنت الآن ولد الحبيب وأخي العزيز، أنت الآن قد تكون موهوما، وقد تكون مخدوعا في نفسك وفي إيمانك. قد يقول الواحد منا: أنا جبل من جبال الإيمان، وأنا جبل من جبال الصبر، وأنا ثابت على الدرب وثابت على الطريق، ولا أعرف حقيقة إيمانه، ولا أعرف قدرة نفسه. ولذلك تأتي المحنة، إن ثبت وازداد إيمانا وازداد صبرا وازداد رضا، رضا، فليسجد لله شكرا، وليعلم أنه قد فاز في الامتحان فوزا عظيما، وليسأل الله أن يثبته على ذلك حتى يلقاه جل وعلا. أما إن تضعضعت نفسه وضعف ونكص على عقبيه، أخ كان مطلقا للحية، وبعدين بعد محنة صغيرة حلق، فحين واجهت قلت: يا شيخ فلان، اللي بقول لك إيه، من النهاردة تقول لي يا كابتن، يا كابتن فلان. وطبعا السوق للكرة الآن سوق رائجة، سوق تحول فيه الجد إلى هزل، والهزل إلى جد، وضحك الأعداء على الأمة ضحكا كالبكى بالنسبة للصادقين. مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ما تقوليش يا شيخ فلان، قل لي يا كابتن. فتن. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه.
فالمرتبة الأولى من مراتب الابتلاء من حكمه التمحيص. يأتي الابتلاء ليبين لنفسك حقيقة إيمانك أمام نفسك أنت. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. الله، هذه حكمة من حكم الابتلاء، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم التطهير. أبشر أيها المبتلى، والله أقولها لك، أبشر أيها المبتلى المؤمن، أيها المبتلى الصابر، أيها المبتلى المؤمن، أيها المبتلى الصابر، أبشر أبشر. فمن مراتب الابتلاء وحكم الابتلاء أن رب الأرض والسماء يطهر به الذنوب والعيوب، تطهير للذنوب. اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى في صحيح البخاري ومسند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. الله 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 الله، أي فضل. تسمع الحديث الثاني: ما يصيب المسلم من نصب، نصب تعب، ولا وصب وجع ألم، ولا هم. في إنسان فينا ما فيش في قلبه هم؟ والله أنا أقسم بالله لا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا ويحمل في قلبه من الهموم ما لا يعلمها إلا الله، وكل بحسب إيمانه. فالهموم تتفاوت بقدر الهمم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائمه. فمن الناس من لا يهتم إلا بهموم نفسه، ومنهم من لا يهتم إلا بهموم أمته ودعوته ودينه، ومنهم من يهتم بهموم دعوته وأمته وهموم نفسه وأولاده. الهموم كثيرة. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة، فحتى هنا حرف من حروف الجر، حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا فضل ربنا جل وعلا. بل لآخر لحظة ورسول الله يبتلى، فعلى فراش الموت يبتلى، ويدخل عليه عبد الله بن مسعود، والحديث رواه البخاري وأحمد وغيرهما، فيرى عبد الله بن مسعود النبي ينتفض من شدة الحمى، فيقول عبد الله بن مسعود: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فيقول النبي: أجل يا عبد الله. فيقول: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فيقول ابن مسعود: ذلك وأن لك لأجرين يا رسول الله. فيقول: أجل يا عبد الله، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. فالابتلاء للتطهير، للتطهير، ثم لرفع الدرجة عند الملك القدير. الله أكبر. يبتلى الرجل للتمحيص فيثبت، ثم يطهر فيثبت، ولا زال البلاء نازلا به، وهو لا يدري أن الله جل وعلا يريد أن يرفع بهذا الابتلاء درجته عنده سبحانه وتعالى. لأن الله ما ابتلى نبينا ليمحصه، وما ابتلى الله نبينا ليطهره. فهو الذي قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن لماذا الابتلاء حتى لآخر لحظة على فراش الموت؟ ليرفع الله درجته عنده سبحانه وتعالى. فالابتلاء لرفع الدرجة أيها الأفاضل
روى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة قالت: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أزرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. قالت: وإني قلت ذلك فأخلفني الله رسوله صلى الله عليه وسلم. أبشر أيها المبتلى بشرط الإيمان والصبر، وبشر الصابرين، وأقف مع هذه البشرى بعد جلسة الاستراحة في دقائق معدودات، وأسأل الله أن يرفع عنا وعنكم البلاء، وأن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن يرزقنا وإياكم حلاوة الرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالحق تبارك وتعالى يبشر الصابرين على أي لون من ألوان البلاء، فيقول سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله، الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مر مثل اسمه، صبر، الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. وبشر الصابرين، والذي يبشر رب العالمين بماذا؟ بصلوات من الله ورحمات من الله وهداية من الله للمؤمنين الصابرين. قال سيد الصابرين كما في صحيح مسلم حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم ارزقنا الشكر في السراء والصبر عند الضراء والبلاء. عجبا لأمر المؤمن، كن عن همومك معرضة، ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، الله يفعل ما يريد فلا تكن متعرضا. قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما الصبر؟ الصبر لغة هو المنع والحبس، والصبر اصطلاحا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعاصي، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. القسم الأول صبر على المأمور، أي على الطاعة، على الأمر والنهي، وهو أعظم أنواع الصبر. وصبر عن المحظور، أي عن المعاصي. وصبر على المقدور، أي على المحن والمصائب والابتلاءات. والإيمان بالقدر خيره وشره الركن السادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا. والصبر الجميل هو الصبر الذي يستعلي صاحبه على الشكوى ويصبر، اسمع، لا تجملا ولا تحرجا. لا، مش فاهمين دي. الصبر الجميل هو الصبر الذي يستعلي صاحبه على الشكوى والألم ويصبر لا تجملا ولا تحرجا. لا تجملا حتى لا يقول الناس صبر فلان، ولا تحرجا خوفا من أن يقول الناس جزع فلان، بل هو يصبر واثقا في الله، مطمئنا بالله، مطمئنا بقدر الله جل علاه، لا يريد بصبره إلا رضاه، ولا يريد بصبره إلا وجه ربه ومولاه. والتحقيق، حتى لا أشق عليكم، التحقيق أن الشكوى نوعان: شكوى إلى الله وشكوى من الله.
أما الشكوى إلى الله فهي لا تنافي الصبر، بل هي من الصبر، بل هي من الإيمان. أما الشكوى من الله فهي التي تنافي الصبر. فلقد ذكر الله نبيه يعقوب وأثنى عليه بقوله: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ومع ذلك فقد شكى يعقوب إلى الله في قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ومدح الله أيوب بالصبر، قال: إنا وجدناه صابرة نعم العبد إنه أواب. ومع ذلك شكى أيوب إلى ربه، وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالتحقيق أن الشكوى نوعان: شكوى إلى الله هي من الصبر، وشكوى من الله تنافي الصبر. والصبر جعله الله جوادا لا يكبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم. اصبر يا أخي، وأنا أصبر نفسي وأذكر نفسي، فأنا مبتلى وأنت مبتلى، وكل مسلم على وجه الأرض مبتلى، وكل إنسان على وجه الأرض مبتلى. ألم تقرأ قول ربي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ ألم تقرأ قول ربي: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. فكل إنسان مبتلى، فاصبر. فالصبر عواقبه كريمة جميلة. لقد ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 70 موضعا، في أكثر من 70 موضعا في القرآن الكريم كله. وأمر الله نبيه بالصبر في 18 موضعا في القرآن. هل تتصور معي أن محمداً صلى الله عليه وسلم الذي صفت نفسه وطهرت سريرته وتجرد قلبه، هل تتصور أن محمداً صلى الله عليه وسلم الذي هو جبل، بل أشرف جبل من جبال الصبر، يحتاج في بعض الأوقات من التضييق والألم إلى أن يذكره الله جل وعلا بالصبر، فيقول له ربه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله الله يذكر نبيه بالصبر، له فاصبر ويذكر: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، إلى آخر الآيات في 18 موضعا بلفظ واصبر واصطبر في موضعي، واصطبر في موضعي. إلى هذا الحد رسول الله يحتاج إلى الصبر وإلى أن يذكر بالصبر، وأنا أحتاج إلى أن أذكر بالصبر، وأنت تحتاج إلى أن تذكر بالصبر. أما من حقق مقام الصبر ثم تجاوزه إلى مقام الرضا فهذا رضا. من تجاوز مقام الصبر إلى مقام الرضا فهذا رضا، بل وغاية الرضا والتحقيق عند علمائنا المحققين أن الصبر واجب وأن الرضا مستحب. أقصد الرضا بالمحن والابتلاءات، وإلا فأنا أرى أن الرضا بما أنزل الله أراه واجبا، أرى أن الرضا بما أنزل الله واجب. لكن أتكلم عن الرضا بالبلاء، أتكلم عن الرضا بالمحن والفتن والمصائب فهو مستحب، أما الصبر على هذه المحن فهو واجب. فاصبر يا أخي، ويكفيك أن تعلم أنك في معية الله إن حققت الصبر بعد الإيمان، إن الله مع الصابرين. ويكفيك أن تعلم أن الله يحبك أيها المؤمن الصابر، إن الله يحب الصابرين. ثم أعلم بأن أجر الصابرين لا يعلمه إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم أذكرك بأعظم خاتمة للصابرين حين تدخل الملائكة عليهم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، من كل باب من أبواب الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وإذا تزوج الصبر باليقين حتما ولد بينهما الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا
يوقنون. اللهم ارزقنا الصبر والرضا، اللهم ارزقنا الصبر والرضا، اللهم ارزقنا الصبر والرضا. اللهم ارفع البلاء عن كل مبتلى، اللهم اذهب آلام المتألمين وجدد آمال المتألمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب لنا أولادنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. أنت ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، فالله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ورم بي في جهنم. وأقم الصلاة. من بيوت الله يخرج كل فضل